تتمة. يجوز للزوج كل تمتع منها في هذه التتمة، يبين يعني ما يجوز من الاستمتاع وما يتعلق من آداب الجماع. يجوز للزوج كل تمتع منها أيا كان، ليس هناك أي قيد إلا استثناء شيء واحد، ما هو؟ بما سوى حلقة دبرها. فإذا الاستمتاع بحلقة دبرها ليس بجائز، هذا بحلقة دبرها ليس يعني المراد بجميع الاستمتاعات بحلقة الدبر، بل هذا يعني الوطو في حلقة الدبر. أما الاستمتاع بحلقة دبرها بغير طريق الوطء ليس منهيا، نعم، ولو بمص بلرها. نقل في الحاشية بلر باللم يعني القاموس، والمصباح ذكر البلر جمعه بلور مثل فلس فلوس. فإذا يظهر منهما أن الباء مضموم ومفتوح، بلرها بمص بلرها، البلر يعني ما يعلو سفرة الفرد، هذا هو الذي يقطع أعلاه، يقطع أعلاه عند ختان المرأة. نعم. ثم هو استمناء، استمناء حيث كنا لا قوله مص بمص بظهرها أو استمناء بيدها لا بيده. استمناء بيده ليس بجائز، فإن خاف الزنا خلافا لأحمد رضي الله عنه عنده بشرطين آخرين أيضا كما ذكر في العشرة، يعني مع عدم يعني ملكه، أو يعني نعم ملكه لمونة النكاح، ولعدم تيسره ملك أمت، وهكذا بشروط ثلاثة عنده يجوز الاستمناء بيده إلا لا يجوز. ثم ولا اختلال بإصبعين، هذا أيضا ليس بجانب لا بيده ولا اختلالا بالإصبعين، لا يجوز اختلالا بالإصبعين. نعم، فإذا هكذا أمره لا يجوز. ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا، ثم يذكر بعد المندوبات والآداب المسنونة للجماع للاستمتاع، ملاعبة الزوجة إيناسا. نعم، وألا يخليها عن الجماع، هذا ملاعبة يعني بما ينشطها يعني جنسيا، يعني يحرك شهوتها، بما يحرك شهوتها، هذا يكون إما كلام، هذا تحدث، إما يكون هذا كلام أو مص أو تحريك، يعني مص في بعض المواضع كذا كذا، كل هذا يدخل في الملاعبة، هذا سنة في الشرع. وألا يخليها عن الجماع جماعي كل أربع ليال مرة بلا عذر، هذا أيضا يسمى يسمى ملاعبة الزوجة إناسا، كذلك هذا يسمى. إذا ملاعبة الزوجة يدخل فيها جميع مقدمات الجماع من قبلة ومس ويعني كذا كذا، ثم لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة. لماذا؟ عادة هي يعني تشتاق أو هي لا تصبر أكثر من أربع ليال، لذلك يسمى هكذا ذكر الفقهاء علة لهذا. نعم، هي تشتاق وترغب في كل أربعة أيام ثم بلا عذر، فأن يتحرى بالدماء وقت السحر. وأفضل، لماذا؟ وهذا يكون أفضل صحي، يعني الدماء عند الشبع البطني يضر الجسد، هذا وقت السحر يكون وقت خلو البطن. نعم. ثم وأن يمهر لتنزل إذا تقدم إنزاله، يمهل يعني يمهل أي شيء، يؤخر أي شيء، يعني نزع ذكره من فردها حتى تنزل المرأة حتى إذا تقدم إنزاله. فإذا كيف يعلم الرجل إنزالها؟ إما بإخبارها أو بقرائن تدل عليه، يكون يظهر منها علامات قرائن تدل على أنها أنزلت إلى ذلك الوقت يمهل. وأن يجامعها عند القدوم من سفر، فهذا أيضا من سفر، يعني سفر تحصل به غيبة للمرأة، ليس كل سفر
بل مع هذا السفر يكون حصلت غيبة للمرأة عرفا هذا، وأن يتطيب للغشيان للبطيء كلاهما، أن يستعملان الطيبة من السنة، وأن يقول كل من الزوج والزوجة. فإذا هذا القول ليس مثل السلام، ليس من السنة الكفائية، بل هذا من السنة العينية، لذلك يذكر كل واحد، وأن يقول كل ولو مع اليأس عن الولد. لماذا يكون اليأس؟ إما لكبر أو صغر السن، أو يعني اليأس عن الحمل هكذا، بسبب مرض، أو يعني هي عقيم هكذا، أو هو يعني لا ينزل، لا يخرج له، ينزل له مني هكذا، أصبح أيا كان يذكر هذا الذكر. نعم، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا وهو ذكر هذه الغاية، ولو مع اليأس على الولد، هذه الغاية ناظرا إلى قوله في هذا الذكر وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا يذكر هذه الجملة أيضا، ولو كان مع اليأس من الوالدين، ما قبله هذا التسمية، هذا لا يتعلق بيأس عن الولد أو بعدم يأس، كذلك اللهم جنبنا الشيطان، جنب يعني بعدنا الشيطان. وهناك ورد في الحديث يعني لو لم يبسمل، لو لم يفعل البسملة يشارك الشيطان في الجماع، معناه يؤثر الشيطان في خلق الولد، كما ذكر في الأكل، لو أكله شيء بدون البسملة يشارك الشيطان في الأكل والشرب، يشارك الشيطان معناه هذا الأكل والشرب، لماذا؟ للتغذي ونفر واندفاع. فإذا في هذا الذكر يعني وكذلك هنا بسملة، وكذلك البسملة عند الأكل والشرب له تأثير عظيم في دفع شرور الشيطان. نعم، وهناك الأكل والشرب للانتفاع به في صحة البدن، لو لم يبسمل يشاركه بالأكل والشرب الشيطان، معناه يضر جسده. هذا الضرر ليس ضررا بدنيا دنيويا فقط، بل وهذه القوة التي تكتسب من هذا الأكل والطعام تصرف في المعاصي إلى هذا الحد، عدم البسملة مؤثر في الشرور. كذلك هنا أيضا لو لم يبسمل هذا يؤثر في خلق الولد، أيضا يؤثر في خلق الولد وصلاحه، يؤثر سلبيا. الله يحفظكم. وأن ينام في فراش واحد، هذا مطلقا، الزوج والزوجة ينامان دائما في فراش واحد، هذا مسلم، يعني لو جامع أو لم يجامع هكذا. والتقبي له بأدوية مباحة بقصد صالح كعفة وسوى نسر وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهره. هذا وجه، يعني استعمال الدواء والعلاج لتقوي قوة الباه والجماع للرجل أو للمرأة، لتنشيط الشهوة، لتقوية الشهوة، والتقبي له أي الجماع، هذا تقبي للجماع بأدوية لكن مباحة، فإذا ليس بمثل الخمر والمسكر. يقال من فوائد المسكرات لو كان بقدر قليل يفيد في تحريك الشهوة، لذلك هذا ليس بجائز، لذلك قال بأدوية مباحة. ذكر هناك في التحفة قائدا آخر أيضا، مع رعاية القوانين الطبية بأدوية مباحة في الشريعة، ثم تعتبر هناك القوانين الطبية، لو لم تعتبر هذه القوانين ممكن يضر، لذلك ينبغي اعتبار هذه القوانين الطبية. ثم هذا التقوي بقصد صالح، لماذا يقول بعده هذه وسيلة للمحبوب فليكن محبوبا، يعني في الأصل هذا مباح، فإذا لو كان هناك نية صالحة يكون يعني محبوبا، يكون فيه فضلا، يكون عبادة، هذا الذي قال. فالتقوي بقصد صالح كعفة، عفة لمن؟ لأهل المرأة، يعني لو كان الرجل ضعيفا ممكن هي تميل إلى رجل آخر، لذلك ينبغي على الرجل أن يتقوى، أو نسل، إما عفة أو نسل،
وسيلة، هذا التقبي وسيلة لمحبوب. ما هو المحبوب؟ هذا يعني الفتوى ونسلي وأمثالها. فليكن محبوبا فيما يظهر، قاله شيخنا، يعني قاله شيخنا بحثا. ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز، يحرم على المرأة منعه، منع الزوج من استمتاع جائز. فإذا استمتاع حرام يجب عليها منعه، أمر آخر. استمتاع جائز أيا كان، مسا أو قبلة أو معانقة أو يعني شيئا من الاستمتاع. ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة. يكره لها أن تصف لزوجها، إما لزوجها أو لغير زوجها، أن تصف امرأة، يعني هي تذكر أوصاف امرأة أخرى لغير حاجة. ما هي الحاجة؟ والحاجة يعني حاجة شرعية، كما سبق يعني في مسألة النذر، من عزم على النكاح إلى مخطوبته، فإذا لم يتعسر النذر، لم يتيسر النذر، عندئذ هو أرسل امرأة إلى مخطوبته، فهي تنظر تتأمل ثم ترجع ثم تصف لهذا الرجل، وهذا وصف لحاجة، وهذا جائز. ثم وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه وخروجه قبل وجود الماء، أو أنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة. نعم، هل يجوز له الوطء عند عدم الماء؟ نعم يجوز. وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء، عندئذ يجوز. لماذا؟ يمكن التيمم، يكفي التيمم ثم تصلي حاجتها إلى الماء. ثم أو أنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة، هو يعلم أنها ممكن هي يعني تفوت صلاة الصبح لو جامعها في الليل، هي لا تغتسل صباحا في الفجر، بل هي تفوت الصلاة. هل يجوز للزوج وطؤها؟ نعم يجوز لها له وطؤها. أما هذا تفويت الصلاة كذلك اسم عدم الاغتسال في وقت الصلاة كلها عليها، ليس عليه شيء. لماذا؟ هذا أمر جائز له، هو فعل ما يجوز له. ثم هي المقصرة، وهذا التقصير لا ينسب إلى الزوج. ثم هناك مسألة يعني هنا ذكر متى يجوز الوطؤ بعدم الماء، هنا ذكر قبل وجود الماء. فإذا لو استنجى يعني بغير الماء، بالحجر بغير الماء استجمر، هل يجوز الوطء؟ وكذلك عند نزول الودي أو المدي، هل يجوز الوطء؟ بعض منع هذا الوطء بسبب أن فيه تلمخا للنجاسة، تلمخ للنجاسة بدون حاجة يحرم، لكن ذكر بعض العلماء هذا تلمخ للنجاسة لحاجة يجوز.